الموديل هذا صراحه اللي هو زوين، تيجي هذا مربع. شو بغيتو تهزو من هنا؟ كل هادو داير ليهم غير 40 درهم. المهم هادو سولداهم، كاين فيه اللوينات، هذا هانتوما فيه البيج فيه الغوز سولداهم. كاين هذا الموديل هذا، كاين هذا هو الصراحه زوين. هذا تيجيو كبار، هذا شتو تجي فيهم هاد العيده هذه هنايا. المهم كاين في الكحل، كاين في البيج، كاين في الغوز. اللوينات ديالو كاين هاد المارو هذا اللي وريتكم، كاين في الغوز. اهلا متتبعي ومتتبعات القناه العثمانيه مريم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانين. كنتمنوا نتوما تشاهدوا هذا الفيديو تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم جيتكم فيديو جديد صراحه، محل اللي هو زوين، كنت ديجا صورت معاه ديال الساك. مهم جاب الجديد في السيكن. المهم انا نشارك معكم، وغادي يجيب حتى بالنسبه للشكير ديال الوليدات الصغار، مع اقتراب دابا ما بقى لينا والو باش الوليدات يبداو المدرسه. المهم خليكم معايا. المهم السكن تيبداو من 40 درهم وانتم طالعين. المهم كل حاجه في الثمن ديالو الصراحه. عنده الساك اللي هو هماوي، تهزيه يبان شي حاجه صراحه. المهم ما تنساونيش باللايك وبارطاج، و الا كنت اول مره تشوف القناه ديالي قطع على شير ولايك وخلي كومونتير زوين حتى نحمق عليكم. يلا نبداو على بركه الله. وقبل ما نبدا الفيديو البنات، بغيت نشكركم على التعاليق الزوينه البنات صراحه، السكن اللي هما زوينين. المهم انا غادي نصور معكم غير الجديد اللي كاين عنده صراحه، شي حاجه قديمه قليله اللي بقات عنده من الفيديو الاول صراحه. السكن اللي هما زوينين، كاينين هادو اللي تيجيو كبار البنات، بالنسبه حتى البنات دابا اللي تيقراو في الكوليج والاخر، هاد السكن مناسبين ليهم والثمن ديالهم راه زوين كيف العاده. المهم خليكم معايا نبداو باول حاجه باش ما نطولش عليكم الفيديو. لا ما تنساونيش البنات لايك بارطاجيو مع الاحباب ديالكم باش القناه ديالي تزيد تكبر. يلا نبداو على بركه الله. لكم باول حاجه هاد الساق هذا اللي الصراحه زوين في الهزه ديالو، وانتوما شتو شتو كيفاش يجي صراحه زوين، فيه السنسله طويله. ها انتم البنات كاين هذا اللي وريتكم، انتم نفتحوا لكم باش تشوفوا من الداخل كيف داير. ها انتم شي حاجه زوينه البنات، حتى في الهزه تيجي زوين. بغيتو تقصروا بغيتو تطولوا، ها انتم شفتوا الموديل ديالو صراحه، الموديل ديالو زوين. اللوينات ديالو كاين هذا المارون هذا اللي وريتكم، كاين في الغوز وكاين في البلون كاسي تيجي سامبل، وكاين هذا الصفر هذا، وكاين هذا الزرق هذا. شفتوا هذا الزرق ديالو، وكاين في البوردو. المهم شكيله تقرابين مع بعضياتهم. وكاين هذا الموديل هذا بحاله تقريبا، غير الشكل اللي مبدل. كاين في هذا الشيبي هذا، كاين في هذا اللوين هذا بالنسبه لهذا المناسبات، وكاين في بلون كاسي. انا نوريكم واحد فيه. انتم هذا الشكل هذا اللي وريتكم دابا، ها هو كيفاش يجي من الداخل. شفتوا هذا هو الشكل ديالو الصراحه، حتى في الهزه راه تيجي زوين. بغيتو تقصرو بغيتو تطولو. الموديل هذا في الكحل شفتو، ها انتم كيفاش يجي من هنا، في هذاك الصمطه طويله. هذا تا هو ب 90 درهم، كاين في هذا اللون هذا الغوز. هذا عاوتاني فيه جوج جيوبه، كاين الداخل هذا الموديل هذا، فيه هذا الكحل هذا وفيه الابيض، ها انتم الابيض ديالو، وفيه هذا الكحل هذا اللي تيجي من هنايا عاوتاني شكل اخر شفتو. المهم هذا ب 90 درهم. عاد كاين هذا الغوز هذا، هذا عاوتاني فيه جوج تلوان، فيه هذا الغوز وفيه هذا المارو هذا شفتو. غنفتحوا لكم هانتوما، فيه هاد الجيب هذا في الاول
عاد في هذه الخياطه هذه شفتوا الثمن ديالو 90 درهم شفتوا في هذا المارو هذا وفي الكحل حتى هو في جوج بياسات بقى فيه غير الباج داك الشيء باش صولده وهذا الزرق البلوروا الثمن ديالو حتى هو غير ب 90 درهم هانتوما كيفاش يجي من الداخل وفيه هنايا واحد الجويله هذا فيه جوج تلوينات الثمن 90 درهم كاين هذا وهذا شحال 90 حتى هذا ب 90 درهم حتى هو فيه بحال الموديل الاخر هانتوما تفتح كي تجيب هذا وفي جوج جيوبه هنا شوف في هذا الصفر هذا وفيه البلو مارين هاد جوج تلوينات اللي بقاو عنده الموديل هذا كاين فيه هذا الغوز هذا وفيه الصفر فتحوا لي نشوفوا ها هو الداخل ديالو فيه بوشيطه ماشي ديال البوشيطه كيصمطه تما كاين تيجي في اللزه الثمن ديالو 90 درهم الثاني ديالو الصفر اللي قلت لكم هو هذا الثمن ديالو 90 درهم هادو حتى هما ب 90 درهم تيجيو كبار هادو شتو تجي فيهم هاد العيده هادي هنايا المهم كاين في الكحل كاين في الباج كاين في الغوز مرتدين لهاد اللون هذا هاد الغوز صافي هاد اللوينات اللي كاينين فيه كاينين فيه 4 ديال اللوينات الثمن ديالو هذا ب 90 درهم هادو صرداهم ب 80 درهم كانوا ب 100 درهم وصرداهم ب 80 درهم كاين هاد البوردو هذا كاين هاد الصفر هذا وكاين هاد البلومارين نفس الموديل غير الشكل اللي تيتبدل هنايا وكاين هذا اللي بقات فيه بياسه وحده هو هذا حتى هو 80 درهم شفتوا المهم هادو 80 درهم وفيهم 4 هاد الموديل هذا اللي بقى واحد فيهم المهم 80 درهم صولداهم كاين هاد الموديل هذا كاين هذا هو الصراحة زوين هذا بقى فيه غير هاد اللوين هذا ب 80 درهم وكاين هاد الابيض هذا شفتوا هادو ب 80 درهم الموديل هذا فيه 4 لوينات كاين فيه الصفر فيه المارو كاين المارو وفيه الغوز والباج وكاين البلو مارين المهم هاد 4 ديال اللوينات نشوفهم معاه حتى في الهزه الصراحه راه زوين هانتوما شفتو المهم فيه 4 ديال اللوينات هادو ب 100 درهم الموديل هذا حتى هو ب 100 درهم فيه اللوينات هذا هانتوما فيه الباج فيه الغوز وفيه الكحل وفيه الصفر وفيه الموف وفيه الاحمر وفيه هذا المارون هذا شفتوا فيه صراحه 7 ديال الالوان زوينين غنوريكم واحد الموديل منه كيفاش يجي هانتوما كاين فيه هذه السمطه هذه الا بغيتو تهزو هكا وكاينه فيه السمطه الطويله اللي تجي لداخل وفيه هانتوما فيه جوج جهات صراحه موديل اللي هو زوين المهم هذا فيه 7 لوينات وب 100 درهم هذا الموديل هذا تيجي على هذا الشكل هذه هي الساقطه كيفاش يتسد هانتوما تجي هذه عنده فتحتو باش يبان لكم فيه اللعيبه هذه عاد فيه السلسله من هنايا وعاد السمطه هذيك اللي تجي في الجناب باش يجي طويل موديل اللي هو زوين صراحه وحتى في اللزه صراحه اناق المهم في هذا اللون هذا المارو وفيه الاحمر فيه الابيض وفيه الكحل فيه 4 ديال اللوينات والثمن ديالو 100 درهم شفتوا صراحه موديل اللي هو زوين
الطوبيل هذا حتى هو فيه 4 كيلوينات. غنوريكم الموديل ديالو ها نتوما كيفاش شتو واعر. ها نتوما كيفاش يجي فيه الصمطه. فتحوا ليا ها نتوما وفيه الصمطه من الداخل. موديل زوين شتو والثمن غير 100 درهم لا غلا على مسكين. المهم نوريكم بالنسبه لهذا اللوينات اللي فيه كاين. ها نتوما البلو الكحل اللي وريتكم كاين البلوروا كاين الاحمر وكاين المارو. انا غلطه قلت لكم 4 ديال اللوينات وهما 8 ديال اللوينات. ها اللوينات الاخرين كاين هذا اللي غادي الكري كاين هذا الصفر هذا كاين الابيض شتو عاد كاين البلو مالي. نختاروا تعزلوا الثمن غير 100 درهم. الموديل هذا صراحه اللي هو زوين تيجي هذا مربع شتو بغيتو تهزو من هنا كاينه فيه السمطه كاين سلسله كاينه سلسله هي وريها ليهم. بالنسبه لهذا الموديل هذا الصراحه زوين هذا هانتوما ها السلسله تجي في الجناب فهاد الجناب هادو الا بغيتو تعلقو صراحه موديل اللي هو زوين. بالنسبه لهذا الموديل صراحه فن هكا دخل ليه بعدا هادي. بالنسبه كاين هاد النحاسي هذا شفتو كاين فيه الكحل كاين فيه الابيض وكاين فيه الغوز وكاين فيه هاد المارو هذا فيه 5 ديال اللوينات والثمن 100 درهم. الموديل هذا هادو تيجيو عاوتاني كبار هادو قال لك يلاه دارجين دابا حاليا تيجيو كبار هادو شتو صراحه موديل اللي هو زوين فيه جوج اللوينات شتو معايا. المهم كاين هاد اللون هذا وكاين هذا شتو فيهم جوج اللوينات هاد اللوينات اللي كاينين. وبالنسبه للثمن الثمن 120 درهم. هادو بقاو عنده غير ثلاثة كل موديل منه واحد هادو اللي بقاو ليزيطون بقى الكوتشي فن وتبقى فاندي صافي. هادو 3 بياس ب 50 درهم البنات كانوا ب 100 درهم هادو ب 50 درهم صراحة اللي راه زوينين. بالنسبة لهاد الكحل 50 درهم صراحة الثمن زوين 50 درهم. هادو داير ليهم غير 40 درهم. المهم هادو سولداهم. كاين بالنسبه لهذا الموديل هذا شتو هذا في الكحل صراحه هو زوين ب 40 درهم فيه هذا المارون هذا وفيه الكحل. كاين هذا حتى هو ب 40 درهم. بالنسبه لهذا الموديل هذا كاين هذا الموديل هذا اللي قريب لي كاين هذا الغوز هذا شتو كاين هذا الكوتشي هانتوما بدا تيجي شويه صغير. كاين في الصفر كاين هذا تاهو ب 40 درهم. كاين هادو بوشيط حتى هو ب 40 درهم. كاين هاد البرونة هادو بوردو حتى هو ب 40 درهم شتو معايا كاينين فاش تختارو. شوفو هادو بجوجهم ب 40 درهم و تيجي معاه بزطام صغيور. هادو هاكا الثمن ديالهم 50 درهم 100 درهم. هاد الساكادو 80 درهم شفتو. وهادي هادي ب 100 درهم. هاد كاينين هادو وهادو اللي الفوق شحال 80 درهم. هادو فيهم 4 ديال اللوينات. فالمحل هو هذا هانتوما راه اون فاس مع اوكو راه في المصيان ديال المول. هاد الشارع 16
ستاسيون ديال أبيدان الغفاري حدا الطاكسيات ديال القدس. انتما حدا هذا تيبيع داكشي ديال بالنسبه للزيوت الطبيعيه. انتما والعسل. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، شاركت معكم السكان من 40 درهم. ويمكن هذا هو الفيديو، نتمنى يكون عجبكم. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. خليتكم على خير.